المسألة الثانية واللي هي أخطر على المستوى بعض المناطق هو مسألة رهن الطفلات مقابل دين معين للأسف. في مناطق هذه أمور أحيانا حين نريد أن نصنفها فلا يمكننا أن نحيد على تصنيف المتاجرة في البشر، رغم أن هذا الكلام صعب ربما، ولكن راهي الحقيقة، راهي متاجرة في البشر. نعم هو هي متاجرة. نعم. هي هو تجار في البشر دون نية للتجار في البشر. طبعا. هو النية عند الوالدين ماشي للتجار. ولكن رجع معك القضية ديال محمد، سي محمد، رجع معك القضية ديال الرهن في السرالية، كيفاش الرهن؟ هناك بعض المناطق في المغرب، وأعتذر وأستسمح لإخواني في هذه المناطق، ولكن أحيانا الواقع لا يرتفع. فحين نتحدث مثلا في بعض المناطق، بعض الآباء يضعون فتاة صغيرة عند فرد معين مقابل قرضه مبلغا ماليا معينا. كيفاش يضعون؟ لذلك الشخص سي محمد طيب، سي محمد طيب، سي محمد، كيفاش نعم. يضعون؟ كيفاش يضعون؟ بغيت نفهم يعني بلا ما نحدوا المناطق. شوف سي محمد طيب، بلا ما نحدوا المناطق باش ما يتقلقوش الناس ديال المناطق ويقول لك نسبتوا لينا شي حاجه الى اخره، ولكن توضع سي محمد هافك، توضع واش غير توضع وصافي، ولا توضع ويمارس مع العلاقات الجنسيه؟ شي مارس معها علاقه جنسيه ولا شنو؟ اسرارها ولا ندري ماذا يحدث في الداخل، لان هي مساله تواطؤ كبير ما بين الاسره وما بين القارض، وهذه المساله اصبحت عرف، وهذه ربما لا يقبلها العقل، ولكنها موجوده وهذا واقع. وقفتوا عليها انتم، وقفتوا عليها كمنظمه ما تقيش ولدي؟ اكيد نعم اكيد، وماشي احنا بوحدنا، بل ان الان هناك محاولة تعزيز سيادة القانون في مجال المتاجرة في البشر في بلدنا الحبيب، وتعزيز الحكامة، وكذلك محاولة تكوين السادة القضاة في مجال هذه مسألة المتاجرة في البشر، لأن هناك خيط رفيع ما بين الكثير من الجرائم وجريمة المتاجرة. ما زال هناك لبس، وما زال أننا بعيدين على تطبيق هذا النوع من القوانين، ولكن نحن كمجتمع مدني دائما نقول على أن ربما حققنا ما حققناه، ونشكر الجهات المعنية والمشرع، لأنه أحيانا انتزع بعض القوانين التي كانت تضر بالطفل، بحال مثلا القانون الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة للمغتصب، وكان يستعمل هذا القانون للإفلات من العقاب، كما حدث في 2016 مع المرحومة أمينة الفيلين التي انتحرت من جراء تزويجها لمغتصب، الذي أذاقها العذاب الأليم، ففضلت الموت على البقاء حية بجواره. فكانت ربما هذه الخلخلة التي أحدثها انتحار أمينة في المجتمع المغربي كفيل بإسقاط هذا القانون. والآن ربما ما يحدث الآن، وهذه الأرقام المهولة التي تقدمتم وتشرفتم وتفضلتم بذكرها، هي ربما أتمنى أن تكون أيضا مجال إسقاط الفصول 20-21 والفصل 16 من مدونة الأسرة. شنقول لك السي محمد طيب بوشيبة، مرحبا، والله لا تغيب عني الكلمات الآن للتعبير، والله العظيم، والله عرفتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نوصلوا، خلينا نوصلوا الرسالة محمد طيب بوشيبة، ماشي فقط احنا نناقشوا الموضوع انتهى الكلام، لا نوصلوا الرسالة كما قلت يا محمد طيب بوشيبة، راه عفاك بنتك، وتنهضر على بعض الأوساط، ماشي كل شيء، كاين اللي واعي بالأمور، ولكن تنهضر على بعض الأوساط، عفاكم، راه بنتك ماشي تتولدها، وأستسمع على الكلمة، ولا أريد التنقيس من خلالها أبدا، أنا أدافع الآن على المرأة وعلى الفتاة، راه ماشي بنتك تتولدها في بعض الأوساط الأسرية والعقليات الغريبة، بأي حجة كانت قد تصرف على بنتك، ما قاش تصرف على بنتك، تحمل أخويا مسؤوليتك، شي سوقنا وماشي سوق تا ديك البنت، تحمل مسؤوليتك،
صرف على بنتك تقاتل خرج في الفجر وبالليل وما تدخل حتى لوحدات الليل ماشي سوقها، هي خصها تقرا وهي خصها تربى وخصها تندعم بالطفوله ديالها تتوصل للسن القانوني وتختار بغات تزوج تزوج مصيرها تعيشو هي. ولكن لانك فقير تزوج بنتك مقابل ماده وباغي تبعدها من داك الوسط اللي انت عايش فيه حيت ما قديتيش تصرف، لا هذا جرم ما بعده جرم، نقولها لك هذه جريمه في حق الانسانيه ما بعدها جريمه. ثم كما قال الاستاذ محمد طيب بوشيبه، بنتك ماشي شي حاجه تتسمنها تتوكلها وتتسمنها باش تبيعها في اخر المطاف، عيب. محمد وطيب بوشيبه استسمح لانني تعصب، استسمح لان الوضع غير مقبول بتاتا، خاصه ملي تكلمتي على هذا الرهين، ترهن بنتك، خديتي دين تمشي ترهن بنتك، ما يمكنش ما يمكنش، خديتي دين ترهن بنتك ورهنتي اش يدير معها هذاك اللي رهنتيها عنده؟ اش بلاش تصبل لي باش تسيق لي لما مشاش معاه شي حوايج اخرين؟ اشنو ما يمكنش، اش هاد العقليه ما يمكنش. سي محمد طيب بوشيبه عفاك، رساله من عندك بصفتك المنسق الوطني لمنظمه ما تقيش ولدي، شنو خصو يدار؟ شنو خصكم ديروا؟ شنو؟ نعم، اولا انا اتمن في سياق الموضوع تزويج القاصرات ما سعت اليه رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحد من الهدر المدرسي، ولأنه هو الحقيقة هو الواقي الحقيقي للحد من تزويج القاصرات. وأنا أقول أيضا ليس الهدر المدرسي فقط، حتى الطفلات الموجودات خارج المنظومة التربوية، ماشي فقط نبقاو نتكلموا على المدرسة كأنها مسؤولة، هناك أطفال خارج المنظومة التربوية ويتعرضون لنفس الممارسة، حتى هم يجب أن تطالهم يد الحماية، لأن أنهم ينتمون لهذا الوطن وهذا الوطن مسؤول، مسؤولية كاملة عليهم. ثم نحن نعرف طبعا لا نحاكم أحد، أنا لا أتهم بل أنا أخاف على أبنائي وعلى أبناء المغاربة جميعا، أخاف أن تصبح لدينا نساء مهضورات مقهورات لا يستطيعن، ربما ما يبقاش عندهم تلك الاحترام لجسدهم ويوليوا كيبيعوا جسدهم بكل أثمن أرخص الأثمان ويؤذون أجسادهن. لماذا؟ لأن لم يرحموا في صغرهم.